عودة للشأن المغربي، حيث افتتحت رسميا مطلع هذا الأسبوع بالمجان ولمدة شهر الطريق السيار الرابط بين الجديدة آسفي والتي يبلغ طولها 142 كيلومتر، وبذلك يكون المغرب قد احتل المرتبة الثانية على مستوى شبكة الطرق السيارة في إفريقيا. ويرجع هذا التطور في البنية التحتية الطرقية إلى وتيرة الإنجاز في العشرية الأخيرة التي انتقلت من 50 كيلومتر إلى 150 كيلومتر في السنة وفق رؤية استراتيجية لقطاع الطرق بالمغرب. نتابع التفاصيل بالأرقام في ريبورتاج عصام العباري. تحويل الشبكات الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب بالإضافة إلى تأخر المساطر الإدارية التي تخص نزع الملكية إلى جانب بعض الصعوبات الجيولوجية، كانت تلك أهم العوامل حسب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي أدت إلى تأخر نهاية أشغال الطريق السيار جديدة آسفي، والتي افتتحت مطلع هذا الأسبوع لتساهم بذلك في الربط بين جهتي مراكش آسفي والدار البيضاء الكبرى. هذا الطريق السيار، هذا المقطع ديال الطريق السيار اللي كيربط من الجديد من الجديدة إلى آسفي، فالأهداف المتوخاة منه هو أولا حلقة وصل بين المنطقة الاقتصادية المهمة اللي هي مراكش آسفي مع المنطقة الاقتصادية المهمة اللي هي سطات والدار البيضاء. ثانيا هذه غيكون من العوام، هذا الطريق السيار هي من العوامل الأساسية لجلب الاستثمارات لهذه المنطقة المهمة اقتصاديا وفلاحيا وصناعيا. وقد كلف إنجاز المشروع ما يقارب 5 ملايير درهم، كما عرف إنجاز 140 معبرا علويا وأفضيا وباحتين للاستراحة و6 بدلات. ومن المنتظر أن تستقبل هذه الطريق 4000 سيارة وشاحنة يوميا، إلى جانب الدور التنموي الذي ستلعبه خصوصا بالنسبة لمدينتي آسفي والوالدية كقطبين سياحي واقتصادي وفك العزلة عن بعض مدن الجهتين. كانت الطريق مزاحمة وفيها العراقيل كثيرا، ودابا ولات الحمد لله رب العالمين سهلة بزاف، مشاع شوية يعني الحمد لله على هذه النعمة. كنا كناخذوا الطريق العادية، ودابا من الأحسن، دابا من ولات لطولوس الجديدة من الأحسن ولات الطريق، واخا زيدات كيلومترات قليلة ماشي مشكل، ولات الطريق متيسعة مزيان. مطرت اليوم الحمد لله هي قربات علينا الطريق اللي كنا كنضربوها زعما بزاف، كنا وكان عندنا هنايا طريق سي اسماعيل الجديده كان عندنا فيها مشكل كبير ديال البلوكاج ديال. وانسجاما مع اهميه هذا المشروع ينتظر ان يتم استكمال او انطلاق الاشغال الخاصه باصلاح المحاور الطرقيه المؤديه للطريق السيار، خصوصا على مستوى المحور الطرقي سيدي اسماعيل والوالديه، هذا الأخير الذي يهدد سلامة السائقين.